بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 18. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، فمن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الآيات التي استمعنا إليها مما ساقه الشيخ رحمه الله في إثبات أسماء الله وصفاته، وهذه الآيات في إثبات النظر إلى وجه الله الكريم في القرآن. النظر إلى وجه الله الكريم ثابت، النظر إلى وجه الله الكريم في الآخرة ثابت في الكتاب والسنة، بل هو أمر متواتر في القرآن ومتواتر في السنة، لا يجحده إلا مكابر. رؤية الله جل وعلا في الدنيا غير ممكنة، لأن البشر في الدنيا لا يطيقون رؤية الله سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء لا يطيقون رؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. دل على أن رؤية الله غير ممكنة، لا لنبي ولا لغيره الدنيا، وذلك لأن مدارك الناس في الدنيا ضعيفة، فهم لا يطيقون رؤية الملك، ملك من الملائكة لا يطيقون رؤيته، فكيف يطيقون رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها رؤية الله سبحانه وتعالى، وذلك إكراما لهم، وذلك من أجل إكرامهم، لأنهم آمنوا بالله في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا في ذلك على خبر الله وخبر رسله وعلى آيات الله جل وعلا في هذا الكون، فآمنوا بالله وصدقوا بالله وبأسمائه وصفاته وعبدوه وامتثلوا أوامره في الدنيا وهم لم يروه، وإنما اعتمدوا على أخبار الله جل وعلا وأخبار رسله، واعتمدوا أيضا على النظر في آيات الله الكونية التي تدل على الله جل وعلا، فآمنوا بالله وهم لم يروه. فكان من جزائهم في الآخرة أن الله جل وعلا يتجلى لهم ويبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم، ويكون ذلك أعظم نعيم يتنعمون به في الجنة. الذين آمنوا به ولم يروه في الدنيا سيرونه يوم القيامة، أما الكفار فإنهم لما لم يؤمنوا به وكذبوا بكتبه ورسله فإن الله يحرمهم يوم القيامة من النظر إليه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيحجبهم الله جل وعلا عن رؤيته جزاء لهم لما كفروا به سبحانه وتعالى وجحدوه في الدنيا وعصوه وكذبوا رسله، كان جزاؤهم أن حرمهم الله من رؤيته يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم عن الكفار يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى. ورؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة
ثبتت بآيات كثيرة من القرآن ذكر الشيخ رحمه الله جملة منها، وثبتت في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها أهل الإيمان أهل السنة والجماعة واعتقدوها كما جاءت في كتاب الله عز وجل. من هذه الآيات قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاد، فناظرة من النظرة وهي البهجة، من النظرة وهي البهجة وصفاء اللون، وذلك من النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم بالضاد، هي البهاء والحسن الذي يكون على وجوههم في الجنة. فناظرة هنا معناه أنها بهية حسنة جميلة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذه وجوه أهل الإيمان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل الكفر والعصيان، هذا معنى ناظرة. ثم قال جل وعلا زيادة في إكرامهم: إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله جل وعلا معاينة بالأبصار لإكمال نعيمهم وسرورهم وقرة أعينهم برؤية ربهم عز وجل الذي أحبوه وتشوقوا إلى رؤيته وتشوقوا إلى لقائه، فإن الله سبحانه وتعالى يمنحهم هذه المكرمة العظيمة: إلى ربها ناظرة بالضاء. ففرق بين اللفظتين التي بالضاد معناها اللون والبهجة، وأما التي بالضاء معناها المعاينة بالأبصار. إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله جل وعلا. فهذه الآية من أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. نعم. والآية التي بعدها: على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. الأرائك جمع أريكة، وهي ما يتكئ عليه أهل الجنة، يتكئون على أرائك لا يعلم صفتها وحسنها إلا الله جل وعلا، ليست كأرائك الدنيا، على الأرائك التي يستندون عليها تنعيما لهم وإكراما لهم، ينظرون إلى وجه الله عز وجل، وذلك بعد قوله عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففرق بين الكفار والمؤمنين، فالكفار محجوبون عن ربهم، وأما المؤمنون فإنهم ينظرون إلى وجهه الكريم، على الأرائك ينظرون، أي إلى ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والملك في الجنة، ينظرون في منازلهم وممالكهم وديارهم في الجنة، وينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. فهذه الآية أيضا من أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم ونظرهم إلى وجهه الكريم. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا العمل في الدنيا بأن أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، أدوا الفرائض وتجنبوا المحرمات، تقربوا إلى الله بالطاعات، فهم أحسنوا العمل في الدنيا، يكون جزاؤهم الحسنى وهي الجنة. الجنة هي الحسنى لأنها لا شيء أحسن منها ولا أبهج منها، وقيل الحسنى المثوبة الحسنى، والمعنى يعني متقاربان، فإن المثوبة الحسنى هي الجنة أيضا. فهذا في مقابل إحسانهم، أحسن للذين أحسنوا الحسنى، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما أنهم أحسنوا العمل في الدنيا
أحسن الله جزاءهم في الآخرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة على الحسنى، ما هي الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، هذه هي الزيادة. فالذين أحسنوا لهم الجنة، ولهم زيادة على الجنة وهي النظر إلى وجه الله الكريم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة أعظم من الجنة، لذة النظر إلى وجه الله عز وجل أعظم من نعيم الجنة. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذا في صفة أهل الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة قاف في وسط السورة، قال سبحانه وتعالى لما ذكر الموت وذكر انقسام الناس وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون أي ما يطلبون، كل ما يطلبون إنه حاضر قريب ميسر، كل ما يطلبون من الملذات فإنه قريب ميسر، لا يمنعون من شيء، خلاف الدنيا فإن الإنسان يطلب أشياء ويتمنى أشياء ولا تحصل له أو يحصل له منها القليل، أما أهل الجنة فمهما طلبوا فإنهم يعطون ما طلبوا ويوفر لهم، ولهم فيها ما يدعون يعني ما يطلبون، لهم ما يشاءون فيها من غير تحديد، وزيادة على ذلك ولدينا أي عندنا لهم مزيد، وهو رؤية وجه الله عز وجل كما في سورة يونس، وهذا المزيد وهذه الزيادة هي رؤية الله جل وعلا، لا أنهم يرونه ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى الذي عبدوه في الدنيا دون أن يروه واشتاقوا إليه وأحبوه، فإن الله جل وعلا يبيحهم النظر إلى وجهه الكريم ولدينا مزيد. فدلت هذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نعم. وهذا الباب في كتاب الله كثير، هذا الباب الذي هو إثبات أسماء الله وصفاته كثير، لما ذكر الشيخ هذه الآيات بيّن أنه لم يحصي كل ما في القرآن، أحالكم على القرآن في البقية، وإنما ذكر لكم نماذج ثم أحالكم على الباقي، وقال وهذا الباب أي باب إثبات أسماء الله وصفاته في القرآن كثير، راجعوا القرآن. نعم. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن، تدبر هو التفكر في معاني القرآن، تفكر في معانيه وتأمل ما فيه من العلم والتفقه فيه، وليس المقصود من القرآن مجرد التلاوة وعدد الختمات، ليس هذا هو المقصود، هذا وسيلة، تلاوة القرآن وسيلة، والمطلوب التدبر، أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من تعلم القرآن وتلاوة القرآن تدبر معانيه والتفقه فيه والعمل بما يدل عليه، هذا هو المطلوب، حتى يكون حجة لك عند الله عز وجل. فإن لم تتدبره فإنه يكون حجة عليك يوم القيامة. ولو حفظت حروفه بالتجويد والقراءات السبع أو العشر وأنت لم تتدبره ولم تعمل به فإنه يكون حجة عليك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن تدبرته وعملت بما فيه، أو حجة عليك إن قرأته ولم تتدبره أو لم تعمل به، فإنه سيكون حجة عليك يوم القيامة. ويقول الإمام ابن القيم: تدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، هذا لا شك فيه. من تدبر القرآن طالبا للحق بهذا الشرط، طالبا للحق، لا يتدبر القرآن طالبا للهوى والتغلب على الخصم والظهور، وإنما يطلب الحق له أو عليه، هذا هو المقصود. فإذا تدبر القرآن طالبا للحق من أجل أن يتبعه، لا من أجل أن يخاصم به أو يجادل به أو يظهر على الخصم في المناظرة، هذا لا ينفعه شيء. وإنما الذي ينفع هو أن يتدبر القرآن طلبا للحق، ليعرف الحق من الباطل، فيعمل بالحق ولو خالف هواه، ويترك الباطل ولو وافق هواه، هذا هو الذي يتدبر القرآن طالبا للحق. وحتى لو كان الحق مع خصمك، إذا تدبرت القرآن ووجدت أن الحق مع خصمك وجب عليك الانقياد، تسليم، ولا يحملنك المكابرة على أن تترك الحق الذي مع خصمك، وأن تصر على الباطل الذي أنت عليه. لا يحملك الهوى أن تترك الحق الذي مع خصمك وأن تصر على الباطل الذي أنت عليه، بل الواجب أنه إذا تبين لك الحق أن تأخذ بالحق والباطل تتركه، هذا هو المقصود، طالبا للحق. من تدبر القرآن طالبا للحق. نعم. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. تبين له طريق الحق وهداه الله إلى طريق الحق، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن هدى يهدي إلى الحق ويحذر من الهلاك ومن الباطل. نعم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بين الشيخ رحمه الله أو ذكر هذه النماذج العظيمة من القرآن في إثبات أسماء الله وصفاته، انتقل إلى السنة النبوية ليبين ما أو ليذكر نماذج من الأحاديث الصحيحة التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته، لأنه في أول الكلام قال: قد دخل فيما ذكرنا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا في أول الرسالة. ذكر لكم نماذج مما ذكره الله في كتابه، ويريد أن يذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة، سواء كانت حقا أو باطلا، سواء كانت حسية أو معنوية. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم، أي طريقة أو سنن بفتح السين
سنن من قبلكم، أي طريق من قبلكم من الأمم الضالة بالتشبث بهم. فالسنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت حقا أو باطلا، وسواء كانت حسية كالجادة والطريق الذي يسير الناس معه، أو كانت معنوية كالحجج والأدلة التي يستدل بها الناس، هذه سنن أو سنة. أما السنة في اصطلاح المحدثين فهي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو التعريف المشهور. بعضهم يزيد أو صفة، يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريف السنة عند المحدثين، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الوحي الثاني بعد القرآن، والعمل بها كما يجب العمل بالقرآن، لأنها وحي من الله جل وعلا. قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل على أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والإرشادات والتعليمات أنها وحي من الله، ليست من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبلغ عن الله. فالوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إما قرآن وإما سنة، كلاهما وحي، لكن القرآن الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. واذكرنا، ويقول لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها والعمل بها، كما يجب العمل والأخذ بالقرآن الكريم، لأنها من الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها كما بلغ القرآن، وعلماء المسلمين مجمعون على وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يجب العمل بالقرآن، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الضلال من الخوارج ومن نحى نحوهم من أهل الضلال المعاصرين، الذين يقولون: نحن لا نعمل إلا بالقرآن، أما الأحاديث فلا يعملون بها ولا يحتجون بها، ويسمون بالقرآنية، وهم طائفة معروفة توجد في الهند وفي غيره، يسمون بالقرآنية. وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، في أخبر عن ظهورهم وحذر منهم: يوشك أن يكون أحدكم على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما في كتاب الله نعمل به، أو ما هذا معناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. رب شبعان جالس على أريكته، يعني في آخر الزمان، يعني ما طلب العلم ولا اهتم به، ومشغول بشهواته والأكل وبطنه، ما اهتم بطلب العلم ودراسة السنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: يكفينا القرآن، فنعمل بالقرآن. والسنة يرفضها. هؤلاء ظهروا ولهم أتباع، يسمون بالقرآنية، وهم في الحقيقة بريئون من القرآن، والقرآن بريء منهم، لكن سموا بالقرآنية لقولهم: إننا لا نحتج إلا بالقرآن. وهناك من يؤمن بالسنة ولكن يرفض كثيرا منها. هناك من يقول: لا نعمل إلا بأحاديث الصحيحين فقط، أما السنن والمسانيد فهذه يرفضونها. ألف بعضهم كتابا سماه تيسير الوحيين، بالاقتصار على كتاب الله وما في الصحيحين،
هذا من هذا النوع الذين يأخذون بعض السنة ويتركون بعضها، وهذا لا شك إنه ضلال. ومنهم من يقول إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وإنما يحتج بها في غير العقائد، في كتب الفقه والأحكام العملية. أما العقائد فأحاديث الأحكام لا يحتج بها. وهؤلاء علماء الكلام بما فيهم المعتزلة والأشاعرة وكل من بنوا عقيدتهم على المنطق وعلى علم الكلام وعلى علم الجدل لا يعملون بأحاديث الآحاد في العقائد، ومن ذلك الأسماء والصفات. وإذا لم يستطيعوا رد الحديث من ناحية سنده ردوه من جهة معناه وحرفوه وأولوه على غير تأويله لأجل يوافق قواعدهم الكلامية التي ألفوها أو ألفها لهم أساطينهم، فهؤلاء أيضا ضلال. والواجب العمل بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا، سواء في العقائد أو في غير العقائد، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ولو كان آحادا كما يسمونه، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المدار على الصحة، وما دام صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به من غير تفريق بين دليل ودليل، لأنه كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق أهل الحق وطريق أهل الإسلام، العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا، وسواء كانت في العقائد أو في الأحكام العملية والمعاملات ومسائل الفقه. لا فرق في الدين بين هذا ولا هذا، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به. وهناك من تطفل على السنة الآن وهو لم يكن من أهل العلم ولم يأخذ العلم عن مصادره، وإنما طالع بعض الكتب ولم يبني على قواعد علمية تلقاها عن العلماء وأخذ الأصول عنهم، فسوى نفسه محدثا يجرح ويصحح ويضعف في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا في العير ولا في النفير. هذا وإن لم يكن في عقيدته، إن شاء الله ليس في عقيدته شك، وهو لا يقصد الضلال، ولكن الجهل والغرور. فالواجب على هؤلاء أن يتوقفوا وأن يطلبوا العلم أولا. قال الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، اتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن الأبواب التي تؤتى البيوت منها أبواب العلم، فيجب أخذ العلم على الطرق الصحيحة التي كان يسير عليها علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى وقتنا هذا. أما التسور على العلم والهجوم على العلم، ولا سيما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا والرواة تجريحا وتعديلا، فهذا أمر خطير لا يقدم عليه إلا الراسخون في العلم، فالخطر في هذا شديد. يجب احترام السنة، تعظيم السنة، كما يجب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الأمر عظيم جدا. الحاصل أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها في العقائد وفي غيرها، سواء كانت متواترة أو آحادية، ما دامت صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب احترامها وتعظيمها، وأن لا يتكلم الإنسان فيها إلا بعلم وبصير وسابقة علم وتقعيد وتأصيل. هذا هو الواجب على كل مسلم. والحديث الصحيح هو ما ضبطه أهل العلم في كتب المصطلح، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله
من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل. هذا هو الحديث الصحيح، ما توافرت هذه الشروط فهو الصحيح، سواء كان متواترا أو آحادا، وسواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا، ما دام سند صحيح توافرت فيه هذه الشروط وجب العمل به. ما رواه عدل يخرج الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق لا يقبل خبر. تام الضبط يخرج الذي في ضبطه خلل، في حفظه أو في ضبطه خلل، هذا لا يروي الصحيح، كن في روايته نظرا. تام الضبط لا بد يكون ضبطه تام للحديث كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثله، يروي هذا العدل التام الضبط عن مثله، عن عدل تام الضبط لا بد من هذا. فإن روى عن غير عدل أو روى عن عدل غير تام الضبط ليس هذا بصحيح، ليس هذا من قسم الصحيح، من بداية السند إلى نهايته. فإن تخلل السند راو لا تتوفر فيه العدالة أو الضبط فإنه لا يكون صحيحا، لوجود راو في سنده لا تتوفر فيه شروط الصحيح، من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، يكون شاذ، تكون روايته شاذة ورواية الأوثق صحيحة. والعلل، العلة جارح خفي في السند يحتاج إلى على كل مسلم. والحديث الصحيح هو ضبطه أهل العلم في كتب المصطلح، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل. هذا هو الحديث الصحيح، ما توافرت هذه الشروط فهو الصحيح، سواء كان متواترا أو آحادا، وسواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا، ما دام سند صحيح توافرت فيه هذه الشروط وجب العمل به. ما رواه عدل يخرج الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق لا يقبل خبر. تام الضبط يخرج الذي في ضبطه خلل، في حفظه أو في ضبطه خلل، هذا لا يروي الصحيح، كن في روايته نظرا. تام الضبط لا بد يكون ضبطه تام للحديث كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثله، يروي هذا العدل التام الضبط عن مثله، عن عدل تام الضبط لا بد من هذا. فإن روى عن غير عدل أو روى عن عدل غير تام الضبط ليس هذا بصحيح، ليس هذا من قسم الصحيح، من بداية السند إلى نهايته. فإن تخلل السند راو لا تتوفر فيه العدالة أو الضبط فإنه لا يكون صحيح، لوجود راو في سنده لا تتوفر فيه شروط الصحيح، من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، يكون شاذ، تكون روايته شاذة ورواية الأوثق صحيحة. والعلل، العلة جارح خفي في السند يحتاج إلى بصيرة وإلى علم بقواعد الأثر. فالعلل تكون خفية، قد يكون السند في ظاهره متوافر الشروط لكن تكون فيه علة قادحة خفية لا يعرفها إلا أهل الاختصاص من أهل العلم، مثل التدليس الخفي والإرسال الخفي، هذا يعد من العلل الخفية. فإذا سلم الحديث من كل هذه العوارض فإنه يكون صحيحا، هذا هو الحديث الصحيح، سواء كان آحادا أو غير آحاد. نعم، أعيد العبارة. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم. وما وصف الرسول به ربه عز وجل
من الأحاديث الصحاح. من الأحاديث الصحاح، لاحظوا قول الشيخ من الأحاديث الصحاح، لم يقل من الأحاديث المتواترة، بل قال من الصحاح وكفى، سواء كان متواترا أو أحادا، المهم أن يكون من الصحاح. وعرفتم متى يكون الحديث من الصحاح؟ ما توافرت فيه شروط الصحة المذكورة في تعريف الصحيح التي بيّنتها لك. نعم. من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. تلقاها أهل المعرفة، أهل الخبرة، لأن الحديث له أهل، له نقاد ماهرون في روايته، فلا يقبل إلا ما تلقاه أهل المعرفة، أهل المعرفة بالحديث. أما الجهال الذين لا يعرفون ضوابط الحديث فإنهم لا يؤخذ بقولهم ولا بروايتهم، ويخرج بهذا ما ذكرته لكم من المتطفلين على علم الحديث الذين يصححون ويضعفون في الأحاديث وهم ليسوا من أهل المعرفة. هذا خطر شديد، وقد استشرى في هذا الزمان، وتطاول كثير من المتطفلين خصوصا الذين حاربوا الدراسة والجلوس على العلماء أو الدراسة النظامية، واستعجلوا العلم قبل حصوله. هؤلاء ليسوا من أهل المعرفة، الواجب الحذر منهم ومن آرائهم ومن تصحيحهم وتضعيفهم، تجريحهم وتعديلهم. نعم. التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. نعم. وجب الإيمان بها كذلك، ردا على الذين يقولون لا، السنة لا نقبلها، كالخوارج ومن قلدهم، وكالذين اقتصروا على أحاديث المتواترة وردوا الأحاديث الأحادية، فهؤلاء يجب تحذير منهم والحذر من طريقتهم. نعم. تدل عليه هذه منزلة السنة من القرآن، أولا أنها تفسر القرآن، ربما يكون هناك ألفاظ في القرآن تفسرها السنة، لأن القرآن يفسر بأحد أربع طرق أو خمس طرق. أولا تفسير القرآن بالقرآن، آية تفسر آية، فيجب الأخذ بتفسير القرآن أولا بعضه لبعض، فربما يكون هناك آية أو لفظة تفسرها آية أو لفظة أخرى من القرآن، وقد ألف العلماء في هذا الفن تفسير القرآن بالقرآن. ثانيا تفسير القرآن بالسنة، لأن الله أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم ووكل إليه بيانه للناس، فالرسول هو أول من يفسر القرآن من الخلق، ويجب الأخذ بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وترك تفسير غيره. ما دام فيه تفسير للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه إلى تفسير غيره، لأن الرسول موكول إليه تفسير القرآن وبيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. ثالثا إذا لم يوجد تفسير للقرآن بالقرآن ولا بالسنة يرجع إلى تفسير الصحابة، تفسير الصحابي، لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذ عليه وأخذ عنه العلم، فهو أدرى الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن، لأنه أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابي. رابعا إذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابي فيرجع إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ويفسر بما تدل عليه اللغة التي نزل بها، لأن الله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين، فهو القرآن عربي وبلسان عربي، فيرجع إلى اللغة العربية التي نزل بها ويؤخذ معناه من اللغة. هذه هي الأوجه التي يجب المصير إليها في تفسير القرآن. بعض العلماء يرى وجها خامسا وهو بعد الرجوع إلى أقوال الصحابة، يقول يرجع إلى أقوال التابعين لأنهم تتلمذوا على الصحابة وأخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحرى الناس بالحق لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تكون الأوجه خمسة، أوجه تفسير القرآن. هنا يقول الشيخ فإن السنة تفسر القرآن، هذا مبني على ما ذكر، تفسر القرآن وهي
الوجه الثاني من أوجه التفسير. سمعتم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للزيادة في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تفسر هذه الأسماء الأربعة بما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل إلى تفسير غيره. يفسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره بأنه الشرك، لأن المراد بالظلم الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. وأحالهم على قوله تعالى فيما ذكر الله عن العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذه نماذج من تفسيرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب التفسير مليئة منها، كتفسير سير الإمام الطبري ابن جرير الطبري، تفسير الإمام ابن كثير، وسائر الكتب التي تفسر القرآن بالأثر، الكتب التي تفسر القرآن بالأثر هي من هذا النوع، تفسر القرآن، هذه واحد. ثانيا أن السنة تبين القرآن. ما معنى تبين القرآن؟ معناها أنها تبين المجمل. القرآن فيه أشياء مجملة النبي صلى الله عليه وسلم بينها. مثلا الله أمر بالصلوات بالصلاة، لكن الله جل وعلا لم يبين مواقيتها بالتفصيل، ولم يبين عدد الركعات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك، بين مواقيت الصلاة الخمسة، وبين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وما يقال فيها وما يفعل فيها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، بينها بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن فيه الصلاة مجملة، والسنة فيها التفصيل. كذلك الزكاة في القرآن مجملة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال أربعة: الخارج من الأرض، وعروض التجارة، والنقدان، وبهيمة الأنعام. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة: الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع طلبا للربح والاتجار، النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. بيّن الأموال التي تجب فيها الزكاة. طيب، بيّن صلى الله عليه وسلم الأنصبة التي تجب أنصبة الزكاة: نصاب الغنم، نصاب البقر، نصاب الإبل، نصاب الحبوب والثمار، نصاب الذهب والفضة. بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يذكر في القرآن. فهذه مجملات بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، ولم يبين حد اليد التي تقطع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قطع يد السارق من الكوع، وهو مفصل الكف من الذراع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المجملات التي في القرآن. هذا معنى قول الشيخ وتبينه، السنة تبين القرآن. ثالثا، السنة تدل على ما دل عليه القرآن. هناك أشياء دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، فيكون هذا ثابتا في القرآن وفي السنة. هذا معنى قوله وتدل عليه، أي تدل على ما دل عليه القرآن. فهناك أحكام ثابتة بالقرآن وحده، وهناك أحكام ثابتة بالسنة وحدها، وهناك أحكام ثابتة بالقرآن وبالسنة، وكله حق. هذا معنى قوله وتدل عليه. إذن فعرفنا مكانة السنة من القرآن العظيم، وأن من زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فإنه لا يعمل بالقرآن، لأنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا بمعرفة السنة التي تفسر القرآن وتبينه
وتدل عليه، وإلا كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يؤدي الزكاة؟ القرآن، وهي قوله رحمه الله دل عليه، وقلنا معناه أن السنة تدل على ما دل عليه القرآن أحياناً كثيرة، فيكون الحكم ثابتاً بالقرآن والسنة. ومن ذلك الأسماء والصفات، الأسماء والصفات دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، وذكر لكم الشيخ نماذج من دلالة القرآن ونماذج من دلالة السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في بداية كلامكم أن المؤمنين يرون ربهم، أما الكفار فلا يرونه جزاء لهم، فهل هذه الرؤية بعد دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار أم في عرصات القيامة؟ لا شك أن رؤية التنعم والإكرام والإجلال أنها خاصة بالمؤمنين، هذا لا شك فيه. واختلف العلماء هل الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة أو لا، على قولين، منهم من يرى أنهم لا يرون ربهم أبدا، ومنهم من يرون أنهم يرونه في العرصات، يعني في مواقع الحساب والقيامة. عرصات معناها المكان، العرصة معناها المكان، عرصات القيامة يعني مكان القيامة. فمن العلماء من يرى أن الكفار يرون ربهم لكن لا رؤية إكرام وتنعيم، وإنما يرونه رؤية توبيخ وتعذيب لهم. نعم، الله أعلم. لكن رؤية المؤمنين هذه متواترة ولا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم توضيح من هو هذا الذي تصدر بالتصحيح والتضعيف ويزعم أنه محدث. أنا ما أحدد شخص واحد، أنا أقول هذا موجود، موجود الآن، ظاهرة وجدت، ولا أحدد أسماء. أنتم تعرفون هذا، تعرفون أشياء وقعت حصل فيها لخبطة كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا القول إن السنة النبوية منزلة من عند الله سبحانه؟ نعم، السنة النبوية منزلة من عند الله، بمعنى أن معانيها ومدلولاتها من عند الله، أما ألفاظها فهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في الأحاديث غير القدسية، أما الأحاديث القدسية فإن لفظها ومعناها من عند الله عز وجل، أما الأحاديث النبوية فهذه لفظها من الرسول ومعناها من عند الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول عائشة رضي الله عنها لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة يعذب في قبره بما نيح عليه الحديث، قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقالت رضي الله عنها يكفيكم القرآن. نعم، عائشة رضي الله عنها استدلت بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب القرآن بعمل، أي يعذب الميت بعمل غيره وهو النياحة؟ أجاب أهل العلم بأن المراد بما يعذب يعني إذا أوصى بذلك قبل وفاته، إذا أوصى بأن يناح عليه وأن تقام عليه مآتم كما يحصل الآن في بعض البلاد، تقام مآتم يكون الميت هو الذي أوصى بذلك، يحصل فيها محاذير كثيرة أو نياحة، فيكون يعذب في قبره لأنه هو الذي أوصى بذلك، كما قال الشاعر إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبد، أمر أنه يشق الجيوب عليه بعد وفاته، هذا من عمل الجاهلية. فمن أوصى بأنه تقام عليه المآتم بعد وفاته والنائحات غير ذلك من البدع فإنه يعذب، لأن هذا من عمله. وأجاب آخرون بأن معنى يعذب ليس معناه أنه يجازى بعمل غيره، وإنما معنى يعذب أنه يتألم من ذلك، وأن هذا يحرجه ويؤلمه، فيكون هذا تعذيب خاص، ليس هو التعذيب بالنار، وإنما هو التعذيب النفسي، تعذيب النفسي حيث يتحرج مما يعملون ويتألم ويضايقه هذا الشيء وهو في قبره. الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القاعدة المعروفة أن التخصيص من العام معروف، هذا عندي، ولا تزر وازرة وزر أخرى يكون هذا عاما، لكن قوله صلى الله عليه وسلم يعذب بما نيح عليه هذا خاص، فيخصص هذا من قوله ولا تزر
وازرة وزر أخرى، تعارض بين عام وخاص، هذه قاعدة معروفة. نعم. فضيلة الشيخ الله، ما رأي فضيلتكم في رجل ينكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويقول إنه إن أحاديث ذلك أحاديث أحاد، هل هي أحاد أو متواترة؟ أحاديث نزول المسيح يقول إنها متواترة، وألف بعضهم كتابا سماه التصريح بما تواتر من نزول المسيح، وهو مطبوع، كتاب مطبوع. إذا كانت متواترة فالذي ينكرها يكون كافرا. والقرآن دل على نزول عيسى في آخر الزمان، وهو قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذا إشارة إلى نزوله في آخر الزمان، وأنه يؤمن به اليهود والنصارى قبل وفاته عليه الصلاة والسلام إذا نزل. وفي قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى، في قراءة وإنه لعلم للساعة، يعني علامة من علامات قيام الساعة. فمن أشراط الساعة نزول المسيح، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، فيكون نزوله من أشراط الساعة، وهذا بنص القرآن العظيم. أما السنة فأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، فالذي ينكر نزول المسيح يعتبر كافر، لأنه خالف ما دل عليه القرآن وتواترت به السنة وأجمع عليه المسلمون من نزول المسيح في آخر الزمان. فهناك أنكر هذا مثل شخص قاله أبو عبية ورد عليه العلماء ودحضوا شبهاته والحمد لله. من ذلك ما رد به الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتاب إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، رد على هذه الفكرة ورد على أبو عبية بالذات وفند أقواله الحمد لله، وغيره رد عليه. نعم. والغالب أن الذين ينكرون نزول المسيح إنما هم من العقلانيين، العقلانيون لا يؤمنون بكثير من السنة ويقولون ولو صحت ما نؤمن بها ما دامت خالف العقل نحن لا. يقول واحد منهم توفي والله المستعان، يقول أنا لست على استعداد لإلغاء عقلي من أجل حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا والعياذ بالله. نعم. ذكر عنه الأخ يعني التمثيل للذين اقتحموا علم الحديث وجعلوا أنفسهم في مصاف الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وصاروا يصححون. من العجائب أن أكثرهم دراسته إما فيزياء وإما طب وإما زراعة وإما هندسة، وصار محدثا بين يوم وليلة عشية وضحاها، ودراسته كلها دراسة نظرية يعني دنيوية لا تمت إلى العلم الشرعي بصلة، إنما هي إما زراعة وإلا طب ولا هندسة ولا فيزياء ولا ما أشبه ذلك. هذا من العجائب والغرائب. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحته عن القول إن أقوال هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام لأنه سوف ينزل ويكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عيسى عليه السلام نبي رسول، لكن في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت الأمة على سبيل الإطلاق المراد بها أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عاصروا الرسول وعث إليهم وآمنوا به. وأفضل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، خلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة. أما عيسى عليه السلام فتبعيته تبعية خاصة، ما هي تبعية عامة، تبعية خاصة، فهو من أتباع الرسول من حيث أنه في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه من الأمة، من أمة محمد عيسى. عيسى نبي مستقل. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك آيات وسور لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما الحكمة من ذلك، وما هو التفسير الذي يجمع أكثر عدد ممكن من التفاسير الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كل ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلينا، وما كل ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلينا ويحفظ ويروى، قد يكون هناك تفاسير لم تبلغنا ولم ترد إلينا. وعلى كل حال الرسول ما وضع تفسير للقرآن عام،
وإنما فسر بعض الآيات أو بعض المجملات أو بعض الأشياء، ولم يضع تفسيرا عاما للقرآن كله من أوله إلى آخره، وإنما نص على تفسير آيات وعلم أصحابه تفسير آيات ورووها لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم الكتب أو يعني أحقل الكتب بالتفسير بالأثر كما ذكرت لكم تفسير الإمام بن جرير القرطبي، هذا مصدر التفاسير لأنه تفسير عظيم جامع، وهو يسمى إمام المفسرين، وكل من جاء بعده من المفسرين فإنهم عيال عليه رحمه الله. وهناك تفاسير أفردت لتفسير بالماثور مثل الدر المنثور للإمام السيوطي في تفسير القرآن بالماثور، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله فإنه يعنى بتفسير، ذكر هذا في مقدمة كتابه تفسير القرآن العظيم، ذكر إن تفسير القرآن على هذه الأوجه التي ذكرتها لكم في أول تفسير ابن كثير، وهو يعنى بتفسير القرآن بالسنة، ما دام يجد تفسيرا للقرآن بالسنة الصحيحة فإنه لا يعدل عنه، وإن ذكر تفسيرا غيره فإنما هو من باب الجمع، جمع ما قيل في الآية. نعم. فضيلة الشيخ، هل السنة تنسخ القرآن؟ نعم، السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ القرآن، النسخ أنواع. نعم، لأن السنة تنسخ القرآن لأنها من عند الله، ما دامت من عند الله فإنها تنسخ القرآن. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه، أما الحديث النبوي فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله عز وجل، هذا هو الفرق. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن كل منهما كلام الله، ولكن الحديث ولكن القرآن متواتر، الحديث القدسي قد لا يكون متواترا، قد يكون آحادا، قد يكون ضعيفا، قد يكون حسنا، فالحديث القدسي يدخله ما يدخل الحديث غير القدسي من ناحية الرواية، أما القرآن فإنه متواتر بإجماع المسلمين، هذا من الفروق. من الفروق أن القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة وفي غيرها، خلاف الحديث القدسي إنه لا يتعبد بتلاوته، يجوز أن ترويه بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز أن ترويه بالمعنى، لا بد من الألفاظ، لا بد أن تأتي بألفاظ التي نزلت من الله عز وجل. أيضا القرآن لا يمسه إلا طاهر، أما الحديث القدسي فيجوز أن يمسه الإنسان ولو كان على غير طهارة. نعم. فضيلة الشيخ، هل ثبت شيء مما يروى عن مقدار ما تجلى للجبل؟ الله أعلم، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل صار ترابا، انهال الجبل وصار ترابا من خشية الله عز وجل وعظمة الله. نعم. فضيلة الشيخ، إن بعض المحدثين الذين خرجوا في هذا الزمان من الحفاظ الأقدام الذين حفظوا غالب السنة وقرأوا غالب كتب علماء الحديث وأخرجوا من القواعد الذين ساروا عليها ولم يحفظوا ذلك من عند أنفسهم، أي من أين حفظوها؟ من أين تلقوها؟ عن العلماء؟ عن الرواة؟ ولا وجدوا كتباً مؤلفة وقرأوها؟ هذا ما يعد حفاظ الذين رووها بأسانيدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني من الشخص نفسه إلى الرسول، السند يرويه بالسند ويرويه بمتنه وسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحافظ. أما اللي جاء على كتب موجودة وصار يقرأ فيها وينقل منها، هذا ناقل، ليس هو بالحافظ، ناقل، أو بالعبارة أخرى نقول قاري يقرأ الكتب، ما هو محدث ولا هو بحافظ. الحافظ مثل ابن حجر، مثل البخاري، مثل الإمام أحمد، هؤلاء هم الحفاظ، مثل ابن معين، ابن المبارك، هؤلاء هم حفاظ الحديث وأشباههم من الأئمة. أما هؤلاء المساكين فإنهم مجرد قرأوا في الكتب ويقرأ وقد لا يفهمون المعنى أيضا، المشكلة أنهم ما يفهمون كثير من المعاني ولا المقاصد، لأنهم لم يتلقوا العلم عن أهله ولم يأتوا الأمر من بابه، وإنما هجموا على هذه الكتب وصاروا ينقلون منها هذا صحيح ولا ضعيف ولا
هذه مشكلة جدا عظيمة. وكما ذكرت لكم، لو سألت عن تخصصي قال أنا طبيب أو أنا مهندس أو أنا في فيزياء تخصصي فيزياء أو أنا خريج جامعة أكسفورد أو ما أشبه ذلك أو جامعة السربون، هؤلاء محدثون بالله عليكم، هؤلاء حفاظ، لا أعطوا الله في دينكم. فضيلة الشيخ ابن أبي العز قل إن موسى عليه السلام كلم الله تعالى فمن باب أولى أن يراه، فهل لهذا الوجه دلالة لأن هناك من أعلى هذا الوجه؟ هذا كلام باطل، ولو قاله العز بن عبد السلام، العز يغلط، وأيضا العز لا يثبت كثير من الصفات لأنه أشعري، فكيف يثبت الرؤية؟ ما أظن يثبت الرؤية. الأشاعرة يقولون إن الله يرى لا في جهة، ينفون الجهة ويقولون يرى لا في جهة، وابن عبد السلام أشعري، لا يعول على كلامه في هذا الأمر العظيم. نعم.